في الخمسينات نجوم كبار لهم صيت جامع. ده بقى كان الجرس او الارهاصة. خلي بالكم الاهلي، الاهلي جاي ونايم يعمل ايه في الكرة الطائرة. هو مبدأ واحد عند النادي الاهلي هو البطولة، هو المركز الاول. نادي الاهلي ده الاخلاق الاول. الناس دي علمتنا عن ايه النادي الاهلي. الجيل ده كان بيلعب فولي حبا للعبة وللنادي الكيان. هو ده النادي الاهلي عامة، هو اللي معودنا على الجيل بيسلم بيه. اول حاجة كان بيتقال وانا صغير بدل جيت التمرين في مرة. كرة الطايرة الانسات في النادي الاهلي كانت بطلة وهتفضل بطلة. اللي مر بينا ده حسسني بقد ايه الناس كلها بتحب النادي الاهلي. بدأنا حاجات سنة بالأهلي مش عاوزين حاجة غير كده، كله الجمهور رقم واحد. فيلم طائرة الأهلي، أجيال للتاريخ، قريبا على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.